لسه زي ما كنت بقول لكم الاسماعيلي عمل شوط اول رائع جدا النهارده قدام بيراميدز، بس حسيت النهارده خبره لاعبين بيراميدز الشوط الثاني يعني رجحوا الكفه لبيراميدز. اشفقت النهارده على الاسماعيلي، النهارده الاسماعيلي فعلا دخل المباراه حلو جدا جدا، كان يقدر يركب المباراه من الشوط الاول كمان، بس الظروف يبدو انها بتعاند الاسماعيلي، ما زالت تعاند الاسماعيلي من الموسم الماضي رغم تحسن الاداء كثيرا جدا في او مع الجهاز الفني الحالي. معايا عبر الهاتف الان الكابتن حمد ابراهيم المدرب العام للاسماعيلي. يا كابتن حمد منور الدنيا كالعاده. يا كيمو اخبار حضرتك ايه؟ يا كريم وحشني جدا والله، ربنا يخليك. دايما بتوحشني جدا والله. هارد لك النهارده، هارد لك. قبل ما تخش قلت الاسماعيلي عمل شوط اول ممتاز جدا، ولكن الامور تغيرت تماما في الشوط الثاني وبيراميدز كان افضل. والله يا كريم احنا عملنا مباراه جيده جدا، اللعيبه عملت مجهود كبير جدا صح. لكن طبعا يعني الشوط الاول حتى كنا مسيطرين عليه، عدد فرص كبير جدا كنت ممكن تقدر تخلص المباراه، لكن طبعا انا دايما بقول يعني هو توفيق ربنا، بس لسه ربنا يعني ما اذنش ان احنا ناخد يعني مع الاداء الجيد ده تعمل نتائج ايجابيه. لكن اللعيبه عملت مجهود كبير جدا لغايه ما الطرد حصل. طبعا بقت يعني الطرد اثر فينا جدا، وبعد الطرد احنا تمسكنا وضيعنا عدد من الفرص كويس جدا، لكن اللعيبه عملت مجهود مضاعف علشان يعني تعوض الطرد دوت اللي ما كانش له اي لازمه. يعني كان في الكارت الاولاني كان ممكن يعدي الكارت الاولاني، ما يعني كره مشتركه في ال 18 بتاعه الناس، والناس يعني طالعين جنب الاثنين مع بعض وما فيهوش اي حاجه يعني، لو انت بصيت عليها هتلاقي الامور كانت ممكن تعدي يعني، لكن التسرع في ان احنا نطلع الكارت طبعا الكره الثانيه يعني ايقاف هجمه فانذار 100%. فحصل الطرد طبعا اثر على اللعيبه وحصل على مجهود اللعيبه، ورغم عن كده كريم احنا يعني الولاد ضيعوا فرص كانت كفيله ان احنا نخلص المباراه، لكن انت بتلعب فرقه كبيره بقى سكواد كبير جدا ولاعيبه عندها صبر كبير جدا في الهجمه، ورغم ان احنا كنا قافلين كويس جدا لكن لاعيبه بيراميدز عندها من الخبرات ان هم عندهم صبر ازاي يقفوا ويحضروا الهجمه بشكل كويس جدا، ولكن في الاخر حصل طبعا نتيجه سلبيه، ودي يعني حاجه مؤثره فينا جدا. لكن ما عندناش حاجه غير ان احنا نشتغل، وان شاء الله باذن الله يا رب الفتره اللي جايه يكون توفيق ربنا معانا باذن الله، ويكون الاداء نفسه بشكل جيد برضو، لان اداء لوحده بشكل جيد ملهوش يعني ناقص طعمه ناقص، لكن اداء جيد ونتيجه جيده والنتيجه تبقى ايجابيه دي بتبقى حاجه كويسه. صحيح كابتن حمد، هل الاداره بلغتكم انه ايقاف القيد هيترفع في يناير ولا الامور مقفوله؟ والله لسه كريم يعني الامور دي يعني احنا سايبينها لمجلس الاداره والكابتن علي ابو جريشه والكابتن عماد سليمان المسؤولين عن الكوره نفسها والنشاط الرياضي في النادي الاسماعيلي، سايبين لهم احنا الامور ديت، لكن يعني هم بيحاولوا طبعا بيجاهدوا في امور كبيره جدا، لكن هو موضوع كريم مش يعني احنا بنقول كده يعني، لكن هو مش موضوع سهل طبعا، ارقام كبيره جدا، موضوع كبير وموضوع ضخم، ومجلس اداره جاي على موضوع يعني مواضيع مش موضوع واحد صح. بيحاول باشمهندس نصر ومجلس اداره معاه كلهم بيحاولوا بصراحه، لكن يعني يا رب ربنا يوفقهم باذن الله في كذا حاجه، يعني ايقاف القيد مع انك انت ازاي هتجيب لعيبه لو في نصيب يعني، وازاي انك انت في مشاكل جوه النادي ازاي تتحل، حاجات كتيره هم بيحاولوا يحلوا الفتره ديت، فربنا يوفقهم ان شاء الله يا كريم. لكن يعني الكلام ده احنا سايبينه يا كريم، والله احنا شاغلين دماغ كله بتحضير الولاد، بتحضير الفرقه بتاعتنا، بتحضير ازاي نبقى انت انا بقول هي سنه سيئه يا كريم، لان لو انت عديت بالفرقه السنه دي هيبقى انت مش هتبقى محتاج في النادي الاسماعيلي تشتري كل سنه 11 و12 لعيب بيكلفوا خزينه النادي فلوس كبيره جدا والنادي ما بيستفيدش كمان منهم صح. لا انت عندك السنه دي احنا معانا حوالي من 16 ل 20 ولد صغيرين بيتمرنوا معانا، يعني لو كنا زمان بنقول يا كريم لما الفريق الاول يطلع اثنين صغيرين ده بيبقى انجاز للمدرب. بالمناسبه الامور تحسنت جدا يا كابتن حمد، بس بالمناسبه يا وائل نور انا كنت لسه بقول عليه دلوقتي واحد من افضل المحترفين الاجانب في الدوري المصري، اكيد اكيد ده توقع مني يعني انه الراجل ده بيجي له عروض كل 3 دقائق، انه ممتاز جدا سواء في الدوري المصري او حتى بره.
هتقدروا تحافظوا عليه في يناير؟ بص يا كريم، احنا مش في يناير، هو يعني احنا في الاول وفي الاخر كل الناس دي ماضيه وماضيه عدد من المواسم كويسه جدا. الكابتن علي والكابتن عماد محضرين الكلام ده، حتى كل الناس اللي موجوده في الفرقه. في الاول وفي الاخر ده حق النادي الاسماعيلي، عشان يسيب واحد او ما يسيبش واحد ده حق مجلس الاداره، وطبعا حق المدير الفني في الناحيه الفنيه طبعا. لكن احنا مش هنقدر نتكلم في كلام ملوش كل، خد بالك يا كريم، ده كل ده كلام بيطلع كده بس ينتشر في المواقع، ولكن احنا مش هنمشي وراه، لان في الاول وفي الاخر انت بتبص للهدف الكبير بتاعك، انت ازاي تعدي المرحله ديت بنتائج ايجابيه تقدر توقف الفرقه على رجليها وتبقى الامور ماشيه في الشكل اللي انت عايزه. صحيح. لكن مش هقعد ابص انا بقى حد بيقول اصل ده هيجي له عرض ده ما يجيلوش عرض، انا مش هقدر اتكلم في الحته ديت، لان دي حاجه تخص مجلس الاداره وتخص اصول اللعيب، ده من اصول النادي يا كريم اللي بيخص مجلس الاداره، وفي نفس الوقت الناحيه الفنيه بقى المدير الفني والمسؤول الكابتن علي والكابتن عماد هم اللي بيبقوا مسؤولين على الكلام دوت. صحيح. فيعني مش عايز اتكلم في كلام تابع عن اوانه وكريم. مفهوم. كابتن الكبير كابتن حمد ابراهيم المدرب العام للنادي الاسماعيلي، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.